الطريقة المثلى لاستفادة الأولاد من الدراسة والاهتمام بالرزق في أيام الدراسة. أقول بالنسبة لمسألة الرزق، كثير من الناس يفكر في الرزق، وهذا الأمر ليس مكروها، وإنما المكروه أن يتعلق القلب بطلب الرزق، وإنما يطلب الرزق عند الله. فقال ربنا عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فالرزق لا يبتغى عند أحد، وإنما يبتغى الرزق من عند الأحد سبحانه وتعالى. الشق الثاني مسألة الاستفادة من الدراسة. للأسف أيها الأحباب أن الدراسة التي يعيشها أولادنا إنما هي يعني وسيلة من وسائل تدمير الأولاد تدميرا. الأولاد في الحقيقة يخرجون من الدراسة لم يتعلموا شيئا كثيرا. ولو أننا أعدنا النظر في الدراسة ومناهجها وترتيبها على أصول صحيحة لكان ذلك أجدى وأفضل وأنفع. وهذه المسألة لعل أن يكون فيها البسط في مقام آخر إن شاء الله.